قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. بسم الله الرحمن الرحيم. املاءات الوحدة الثالثة المنهج الجديد. طلاب اليوم راح ناخذ الملاءات اللي تخص الوحدة الثالثة. طبعا هاي الملاءات 100% او محاورة، هاي السلية اللي تشوفها 100% راح تجيك الامتحان الوزاري، يجي عليها 4 درجات او درجتين ما بيها مجال 100%. صدقني اذا انت تدور ثواب تجيك بالامتحان، تدور اشياء تجيك دائما بالامتحان، فهاي المحاضرة 100% تجيك. تمام، عندنا اول شيء هو اضافة الاي ار والمور للصفات، وكذلك اضافة الاي اس تي والموست. اي اس تي هذه وهذه اي ار وهاي مور وهاي موست للصفات. شلون انا اضيفهم؟ طبعا عندنا تمرين عليها وتمرينين عليها، وكذلك عندنا هماتين شو اسمه الضمائر همات اللي راح ناخذهم. فنجي اول شيء يعني شلون اضيف الاي ار والمور للصفات، يعني شلون اللي اخذناه بالوحده الثانيه اذا تتذكروا، بالوحده الاولى اخذنا اضافه الاي ان جي للصفات. شلون انا اضيف مثلا اقول لك بلاي بلاينج، ضفت لها انا اي ان جي. لايك شيء يصير، انت همات نضيف لها اي ان جي. هنا انا همات يعني اعطيك صفه مثلا اقول لك فيت، هذه شو اسوي لها؟ اضيف لها اي ار او اضيف لها اي اس تي. فاحنا عندنا ملاحظات، شو وقت انا اخليها ذني شو وقت اخليها ذني. شوف الملاحظة الاولى، اذا كانت الصفة ذات اكثر من مقطع نضيف لها شنو هو؟ مور او موست. اذا كانت الصفة ذات اكثر من مقطع راح نضيف لها لو موست لو مور، يعني لو تجيب لها هذه لو تجيب لها هذه. زين انا طالب ما اعرف شنو اكثر من مقطع، اكثر من مقطع يعني هنا يعني تحتوي على حروف علة بأماكن مختلفة. يعني مثلا خليني أوضح لك إياها أكثر. عندك مثلا هذه الصفة beautiful، احسب حروف العلة اللي بيها. طبعا خاف ما تعرف حروف العلة، حروف العلة هن I E O U A، هذين حروف علة. فانت اذا شفت الصفه اللي جايتك بها حروف عله باماكن مختلفه، يعني شوف اساعدنا هذا اي، هذا حرف عله جايني اي حرف عله، هذا سبعتهن مكان واحد هذني مو اماكن مختلفه. فعندي هذا حرف عله، هذا حرف عله ثانيه، هذا حرف ثالث، اذن كلهن يعتبرن حرف واحد. هسه ما علي ابي الدور جاني حرف صحيح فصل بيناتهن، اذا صار مكان مختلف. الدور جاني حرف عله ثاني، اذا صار عندي هنا 1 2، هاي ساي كلهن حرف عله واحد، هسه هاي عندي واحد. الدور فصل بيناتهم حرف صحيح، الدور جاني حرف صحيح حرف عله اي، اذا هاي صار عندي 2. الدور فصل حرف عله، الدور جاني حرف صحيح، الدور جاني حرف عله، اذا هاي صار عندي 3. اذا هذه باماكن مختلفه، ايش راح اضيف لها؟ لو اضيف لها لو مور لو موست، طبعا حسب اللي هو يطلبه من عندك. فهنا ايش راح تسوي انت بالامتحان؟ تكتب مور، هيك تكتب مور مثلا، وتكتب الصفة عمات، يعني تكتب المور او الموس قبل الصفة. فهنا تصير هذه beautiful، او تريد تخلي لها most beautiful، most beautiful. تمام عيني، هاي ملاحظة الاولى. مثلا عندي useful، اجي احسب حروف العلة، عندي هنا 1 فصل حرف صحيح، اذا هذا صار عندي مكان ثاني، اي جاني حرف عله، اذا صار عندي 2 فصل هماتين، الدور جاني 3، اذا عندي 3 حروف عله باماكن مختلفه. ايش راح اسوي؟ راح اضيف مور او موس، راح تصير مور يوسفل. تمام، او اكتب موست يوسفل، هذا الحل ماتي. وهي جاني اضيف المور او الموس للصفات. تمام، تبع لها الملاحظه الاولى، ذن حروف العله ما تنكتبهن. اوكي، هسه انا عرفت شلون اخلي الموست وشلون اخلي المور. طبعا خلي ببالك صديقة المور ايش يا هي؟ صديقتها اي ار، وصديقة الموست يا هي؟ صديقتها ام الاي اس تي، بيها اس تي هذه، هاي هماتين بيها اس تي، موست اي اس تي، اي ار اخر هماتين تقريبا نقول اخر حرفين. تمام، هاي عليك تخليها ببالك، لان بعد شويه ايش راح اقول لك؟ راح اقول لك مثلا بيوتيفول صارت مور بيوتيفول، مثلا هابي شو تصير؟ تضيف لها اي ار. فهي ملاحظه. نجي على الملاحظه الثانيه،
شلون أنا أضيف ال أضيف الـ ER وأضيف الـ EST لي الصفات؟ إذا كانت الصفة ذات مقطع واحد راح نضيف لها ER أو EST، تمام؟ إذا كانت الصفة ذات مقطع واحد إيش راح أضيف لها؟ راح أضيف لها ER أو EST مقطع واحد. زين خاف ما تعرف شنو مقطع واحد. مقطع واحد يعني حروف علة بمكان، حرف علة واحد أو حروف علة بمكان واحد. حروف علة، حرف علة بمكان واحد، مثلا عندك هذا حرف علة شوفه بس واحد، اوكي؟ ايش راح تسوي له؟ اضيف له لو اي ار لو اضيف له اي اس تي. او حروف علة باماكن او بمكان واحد، شوف هسه اذا حرفين علة يحسب لنا حرف واحد، ايش راح اضيف له؟ اضيف له اي ار. فهنا من اجي احل هذه ايش راح تصير؟ راح تصير فاس تر، انا ضفت لها اي ار مثلا اذا كان مطلوب من عندي اي ار، او اكتب فاست است ضفت لها اي اس تي، او مثلا هذه بها حرفين عله بمكان واحد، اذا هذا يعتبر حرف عله واحد، هذا حرف عله واحد، فراح تصير هنا تشيب وضيف لها الاي ار، او مثلا تشيب واضيف لها اي اس تي حسب اللي مطلوب من عندك، تمام؟ شلون تجيك بالامتحان؟ شوف بالامتحان شو يقول لك؟ يقول لك مثلا هسه اللي كتبتها لك beautiful صارت more beautiful. البيوتيفول انا ضفت لها more beautiful. يا بقى fast فراغ، ايش تجي شلون الفاست ايش راح تصير؟ هسه انا ايش فهمت لايف مور، فارجي انا اعرف مور، مور منو صديقتها اي ار، والموس منو صديقتها اي اس تي. زين اجل هاي الصفه، هسه هاي تفن صفه كبيره، هاي تفن بها حروف عله هواي، استوى لها خلالها مور بيوتيفول. اجي على الفاست، الفاست بها كم حرف عله؟ بها حرف عله واحد، بما انه حرف واحد اذا ايش اضيف لها؟ لو اضيف لها لو اي ار لو اضيف لها اي اس تي، فهنا ايش راح تصير؟ راح اضيف لها اي ار، ليش؟ لان هو هنا مخلي لي مور، اذا انا مجبر ايش اقول لهاي الصفه؟ اكتب بالامتحان فاستر اضيف فقط اي ار، ليش؟ لان هو هنا مخلي لي المور، والمور صديقتها الاي ار. لو لنفرض ان انا مخلي لك موست، انت ايش راح تخلي؟ راح تخلي اي اس تي، تمام عيني؟ طلاب هسه بعد ما عرفت شلون انا اضيف الاي ار، وعرفت انا شلون اضيف الاي ار والمور والموست والمور، يعني شلون اخليهن للصفات، هسه عندي ملاحظات على اضافه الاي ار واضافه الاي اس تي، يعني انت مو اي صفه تجيك وقبل ضفت لها اي ار. اذا تتذكر كنا مثلا باضافه الاي ان جي، اذا كانت مثلا الصفه منتهيه بحرف اي، تمام، حتى اضيف لها اني اي ان جي، ايش راح تصير؟ راح تصير لايكينج، احذف الاي اللي موجوده بالاخير واضيف الاي ان جي لان منتهيه هنا، فعند اضافه الاي ان جي نحذف الاي ونضيف الاي ان جي. هماتين يعني عندي هنا على الاي ار وعندي على الاي اس تي، اذا اريد اضيف اني اي ار او اضيف اي اس تي، تمام، لازم اخلي ببالي هذني الملاحظات. فانا راح اعطيك ثلاث صفات هذني، كل صفه من هذني ثلاث صفات تعلمك في الملاحظه، وانت بالامتحان هماتين خلي ببالك بس هذني ثلاث صفات احفظهن وشون سوي على اساسهن، تمام. هنا عندنا الفيت، اذا تريد تضيف لها اي ار او اي اس تي اذا كانت منتهيه بحرف صحيح، اوكي، قبل حرف عله واحد، حروف العله مثل ما قلت لك ان او يو اي اي اي، هذن حروف عله، فاذا كانت صفه منتهيه بحرف صحيح مو من هذني، حرف صحيح مو من هذني، قبل حرف عله واحد، فبهاي الحاله نضاعف الحرف الصحيح ونضيف الاي ار او الاي اس تي، فانا راح تصير فتح، اوكي، راح انزلها نفسيتها وراح اضاعف الحرف الصحيح واضيف الاي ار، وكذلك هماتيا لهاية راح انزل الفت نفسيتها وراح اضاعف الحرف الصحيح واضيف الاي اس تي. هاي الملاحظة الاولى. الملاحظة الثانية، اذا كانت الصفة منتهية بحرف واي وقبله حرف صحيح تقلب حرف، يعني واي قبل حرف صحيح مو من هذني، بهاي الحالة تقلب الواي الى اي ونضيف الاي ار. مثلا عندي شنو اللي راح اسويه هسه؟ هاني هاي فريند راح انزلها نفسيتها فريند،
اوكي وصلت لهاي الواي مو وصلت انا الواي ما يصير اكتبها الواي لازم شو اسوي لها احذفها واخلي بمكان الواي شنو اي واضيف الاي ار اذا كانت اضافه الاي ار عندي سويت هاي الواي قلبتها الى اي واضفت الاي ار وكذلك هسه بالنسبه لل شو اسمه للاي اس راح تصير فريند وصلت للواي اقلب الواي الى هماتين اي راح تصير هنا اي اي اس تي تمام هاي ملاحظه ثانيه يعني اي صفه تجيك مشابهه لهاي الصفه ما تنيش تسوي مثلا عندك كلمه ugly بمن منتهيه بالمنتهيه بالواي قبلها حرف صحيح هماتين انت لا تريد تضيف لها ايش راح تصير ugly ير تقلب هاي الواي الى اي واضيف لير او الاي اس تي اللي هنا مطلوبات من عندك تمام هاي ملاحظه ملاحظه ثالثه والاخيره اذا كانت الصفه منتهيه بحرف اي نضيف فقط ار او اس تي يعني هنا راح يصير الحل مال ساي نايس منتهيه بحرف اي فانا حتى اضيف لها اي ار هي منتهيه بي شو اسوي لها انا اضيف لها فقط ار فهنا انت بتجي بالامتحان ضيف فقط ار او بالاي اس تي هماتين تنزل الصفه نفسيتها واضيف لها اس تي اوكي فهذه ملاحظات اضافه الاي ار والاي اس تي خليهم ببالك هاي مهمه كل المهمات وعدكم هماتين بالتمارين اللي راح احلهن لكم هماتين فخلي ببالك هذن شلون نضيفن للصفات الاي ار والاي اس تي زين عند صفات شاذه ما تمشي على قاعده لازم تحفظهن اللي هن هذن الخمسه الجود بي الاي ار طبعا هنا المقارنه هي الاي ار او المور وهنا الاي اس تي او الموست فالجود بالاي ار او المور تصير بتر يعني انت مو تجي تكتب قدر يعني مثلا بالامتحان ايش راح يقول لك فاست صارت فاستر انتبه وياي صارت فاستر انا ضفت لها اي ار يابا جود فراغ الجود ايش راح تصير هسه انا الفاست فهمت من عندها ضاف لها هنا اي ار هاي الفاست ضايف لها اي ار يعني الحكي هنا الاي ار والمور بالمقارنه الجود ايش تصير فالجود هي شاذه مو تجي انت بالامتحان وتقول يمي وتقول جودر وضيف لها اي ار قبل يعطيك الصفر وهو مرتاح فهذه حتى تحلها الجود تتحول الى بتر فهنا راح يصير الحل مالتي بتر اكتب بتر ليش لان هذه شاذه ما تمشي على قاعده اضافه الاي ار وبي الاي اس تي والموست بالتفضيل تصير بيست جود با بتر بيست والباد هماتين شاذه تصير وورست بدال الاي تي انت حفظت هاي تحفظ هاي الفار هي نفسيتها فار نزلها نفسيتها وضاف لها ذر تي اتش اي ار وانا هماتين فار ضاف لها تي اتش اي اس تي ليتل هنا اصير لس وهنا اصير ليست والماني والماتش ماني والماتش هذان يصيران مور هنا وانا يصيران موست فهذان كلش هماتين كلش مهمات احفظهن كررهن حتى ما تنساهن جود هنا بتر باست باد وورس worst far farther far far farthest little less least many much more والmost هنا يتحولن طلاب عين عندنا هذا التمرين موجود بالكتاب عندكم يقول لك ضيف لي ER او more فقط على هذا التمرين هنا 19 كلمة نضيف لهن لو اي ار لو نضيف لهن مور يعني هذا فقط لو اي ار هنا اي ار لو مور حسب اللي تعلمناه احنا قلنا هنا شلون انا اضيف الاي ار للصفات هذا الاي ار او الاي اس اس انا بس اريد الاي ار حسب الملاحظات اذا كانت مقطع واحد وهنا اذا كانت مقطعين نخلي لها المور زين نرجع عندنا هنا كلمة وات بها حرف علة واحد مو بس حرف علة واحد اذا شو اسوي لها اضيف لها اي ار اللي هو يريدها زين عندي عليها ملاحظه ايه من تايب حرف صحيح اوكي من تايب حرف صحيح قبل حرف علة فانا راح اضاعف الحرف الصحيح
واضيف الياء الثانية من بها كم حرف علة؟ بها حرفين علة بس بمكان واحد. ايش راح اسوي لها؟ اضيف لها مباشرة ياء منتهي بحرف صحيح قبل حرفين علة ما علي بها. عندي من صفة منتهية بواي قلبت الواي الى اي وضفت ار. سات هنا منتهي بحرف صحيح قبل حرف علة ضاعفت الحرف الصحيح وضفت ال ار. اللي بعدها منتهيه بالواي قلبت الواي الى اي وضفت الاي ار. اللي بعدها منتهيه ماتن بالواي. اللي من بعدها منتهيه ماتن بالواي. هنا انا كيرفول كيرفول بها حرف عله هنا حرف عله هنا حرف عله هنا ثلاث حروف عله فش خليت قبلها خليت مور ونزلت الصفه. اللي بعدها اكسبنسيف بها حروف عله باماكن مختلفه ايش راح اخلي لها؟ راح اخلي لها مور اكسبنسيف. كذلك انترستنج اللونج ضفت لها ار مباشرة ما عليها فت ملاحظة منتهية بالجي قبل ان حرف صحيح قبل حرف صحيح ضيف مباشرة ار. هنا منتهية بحرف صحيح قبل حرف علة واحد ضاعفنا الحرف الصحيح وضفنا ار. هماتي نفس الملاحظة اللي فوقها منتهية بالواي. هنا منتهية بحرفين علة ما علي بها اضيف مباشرة ار. هنا ابي تنقلب الواي الى اي اضيف الار. هنا انا منتهيه بها ثلاث حروف الا بمكان واحد ما عليه بها قبل اضيف ار مباشره. وهاي بالنسبه للبيوتيفول قلت لك عليها والدنجرس همات يعني نضيف لهن المار. انت بالامتحان شلون تجيك الصيغه؟ شوف هيك ساعد سمرين بالامتحان هيك ينطيك اياه هيك يقول لك مثلا بس خليني امسح هذني يقول لك مثلا وات صارت واتسرى انا ضفت لها ار. يابا كيرفول كيرفول فراغ هيك تجيك هاي تمرين هيك يجيك بالامتحان. هاي الكلمه وات ضفت لها اني ار. هاي كيرفول شو تصير؟ فالكيرفول بها حروف عله باماكن مختلفه فاني من اجي احل ايش راح اكتب؟ راح اكتب مور هيك هي الحال مالتي مور كيرفول هذا الحل مالتي لان المور تقبل اضافه الاي ار والوت تقبل اضافه العفو تقبل اضافه المور وهنا تقبل اضافه الاي ار. هاي بالنسبه لاضافات الاي ار والاي اس تي للصفات حرفيا جدا مهم. هذني الكلمات هماتي 19 كلمه كل شهوة جايات بالوزاري لازم تركز عليهن. طلاب عنا سنجي للشيء الثاني اللي موجود باليونت الثالث اللي هو الضمائر. الضمائر هماتيا 100% تجيك بالامتحان الوزاري. راح احلك نموذج او نموذجين اسئله بنهايه هاي المحاضره وشوف هاي الضمائر انا اخذت لك كموضوع قواعدي فهمتك عليه وفهمتك شلون يجي وهاي راح اخلي لك هماتيا رابط المحاضره باسفل الفيديو حتى تشوفه. فالضمائر فهمتك عليه بس راح ارجع لك اياه بشكل سريع. هذا ان الضمائر هذين الضمائر انت لازم تحفظ ضمير اي يصير مي ماي ماين اي مي ماي ماين يو يو يور يورز هي هم هز هز. فانت هذين لازم تحفظهن وبالامتحان شلون يجنك هيك يجنك يقول لك الاي صارت مي هاي الاي اي صارت مي تمام. الشي فراغ الشي شو يصير؟ فهنا اولها هي الشي الشي شو يصير تكتب انت هير بالامتحان. فهذين الضمائر حرفيا كلش مهمات ووضحت هنا لك وحفظت همات يعني لك بالمحاضره فارجع على المحاضره وشوفها. بس الاي مي ماي ماين يو يو يور يورز هي هم هز هز شي هير هير هيرز ات ات اتس اتس وي اس اور اورز ذي ذم ذير ذيرز تمام. هسه خلينا نروح نحل لنا اسئله وزاريه وحده او اثنين عن إملاءات الوحدة الثالثة. طلاب خلينا نجي نحل هاي الأسئلة. طبعا هاي الأسئلة مال 2023 الدور الثالث الطلاب اللي امتحنوا الدور الثالث اجتهم هاي الأسئلة. بس أنا أريد أوضح لك شلون تجيك بالامتحان. فعندنا هنا اللونج صارت longest انا ضفت لها اي اس تي تمام عيني
long صارت longest. ضفت لها أنا شنو هو est. useful شو تصير؟ فأنا أنا useful أنا حتاج أحلها إيش راح أكتب؟ طبعًا بيها حروف علة بأماكن مختلفة. شوف بيها هذا حرف علة، هذا حرف علة، هذا حرف علة بأماكن مختلفة. فراح أخلي لها most useful. ليش خليت most؟ لأن صديقة est شنو هي؟ صديقتها هي most. لو كاتب لي أنا ER أكتب ال شو اسمه المور. فأنا أنا most تصير الحل مالتي more most useful. زين الضمائر هذا هم ما تنسوا عن جاينة هاي، بس خلينا نمسح هاي. هنا أنا عدي اليو صارت شنو هو؟ صارت your. يعني أنا قلت لك you you your your، فأنا أنا يحق الحق الثالث you you your your. إذن هنا أنا I me my. إذن هنا أنا شنو اللي أكتب؟ أكتب له هنا بالامتحاناني أكتب له my، هذا الحل مالتي. تمام، هاي أسئلة 2023 الدور الأول. طلاب خلينا نحل هاي الأسئلة. هنا أنا هاي أسئلة 2023 الدور الثاني. هنا شو عندي؟ I صارت me. الاي صارت صارت مي. الذي شو تصير؟ هسه احنا الاي مي ماي ماين. اوكي، يعني بيا حقل بالحقل الثاني. الذي شو تصير؟ ذي ضام. اذا بالحقل الثاني شو تصير؟ الذي تصير ضام. هنا انا راح اكتب له ضام. زين عندي هذه تشيب صارت تشيبر، انا ضايف لها اي ار. هابي شو تصير؟ فهنا الهابي راح تصير نقلب الواي الى اي ونضيف الاي ار. قلبت هاي الواي الى اي وضفت اي ار. ليش ضفت اي ار؟ لان هو هنا ضايف اي ار، انا هماتين اضيف اي ار بس عندي واي، اقلب الواي الى اي واضيف الاي ار. هاي بالنسبه لمحاضره اليوم، كلش مهمه مثل ما قلت لك. بالامتحان ممكن تجعليها 2 إلى 4 درجات، 4 درجات اغلب شيء ثابت تقريبا. فركز لي عليها وما بيها شيء، وفهمت لك اياها ماتين بالتفصيل. اتمنى استفاديت ومع السلامه.